السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نعطيكم شرح مبسط لكلمة كورونا باللغة الإنجليزية واللغة العربية. نبدأ بلا دخل ولا لا تخسي. clean your hands, clean your hands, والمعنى تاعها غسل اليدين. دونك ماذا بكم تغسلوا يديكم قد ما تنجموا. الأو off from gatherings, off from gatherings, والمعنى تاعها اجتناب التجمعات, اجتنبوا التجمعات. الأغ raise immunity, raise immunity, والمقصود بها تقوية المناعة, قوي المناعة تاعك. والأو only who are in need go out, only who are in need go out, الخروج للضرورة فقط, الخروج للضرورة فقط. And no handshakes, no handshakes, المعنى تاعها لا للمصافحة, ما كانش سلام. والأ avoid rumors, avoid rumors, والمعنى تاعها اجتنبوا الشائعات.